يا ألفي مرحب يا هلا بالسادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة بالسادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة يا مرحبا بالقرطبي البغوي والرازي النبيل دي الحب للرب والنبي في الدين ووضحوا للدليل السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة النسفي والخادن وحقي وابو السعود وثعالبي والثعلبي حسون التلقي والطبر ليك يا طالبي السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة قول الإمام الواحدي ومقاتلا والدستوري ديل زالوا شركوا ملاحدي نقرأ الكتاب منهم طريق السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة وألوسي وابن كثير عد ثم الخطيب وزمخشري والثوري والصنعاني زد بالدين بايع واشتري السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة الجوزي والمصري شهاب كم زالوا شكي وريبتي قول ابن طنطاوي المهاب والعالم ابن عجيبتي السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة وسيوطي أيضا وسعدا ثم ابن عادل أذكرا وقشيري عد لا تبعدا قول ابن عرفة أشكرا السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة كلمات أبو حيان كمان بيضاوي والشوكان ضم نظرات عثيمين الضمان والسعدي نسابوري رم السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة ثم الجزائري الوريع قول ابن عرفة سيدا يا زارعا نعم الزريع مثل الفقيه مجاهدا السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة والعالم النحاس قل وابن حاتم في الرجال الكل للرحمن يدل الكل يشرح في المجال السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة سمرقندي إمام عالم ابن زمنين وقتان القريب يا ربي خالد يسلم والآخر لا يكون البعيد السادة أعلى المنزلة شرحوا الكتاب المنزلة ربي صلي على الروح وسلامي دائم ما له حد
وصلاتي بيك كل الحروف بالمسكي والكافور وند السادة أعلى المنزلة شرح الكتاب المنزلة ربي صلي على الروف وسلامي دائم ما له حد صلاتي بيك كل الحروف بالمسكي والكافور ند السادة أعلى المنزلة شرح الكتاب المنزلة يا ألفي مرحب يا هلا بالسادة أعلى المنزلة شرح الكتاب المنزلة السادة أعلى المنزلة شرح الكتاب المنزلة يا ألفي مرحب يا هلا بالسادة أعلى المنزلة شرح الكتاب المنزلة